بكم في نشرة سادسة من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. طاهر لا نخترع لائحة ونختار ما يتماشى مع مبادئ وقيم وتاريخ الأهلي. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لسموحة. والقضاء الإداري يؤيد حكم حال اتحاد الكرة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. عقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت لاستعراض بنود لائحة النظام الأساسي للنادي والمقرر اعتمادها تمهيدا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي الأهلي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية خلال يومي 25 و 26 أغسطس الجاري. وأكد طاهر أن الغرض الأساسي من قانون الرياضة الجديد كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية، مشيرا إلى أن مساوئ القانون ستظهر عند بدء تطبيقه، خاصة أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضي. وأوضح طاهر أن مجلس الأهلي تفاجأ بوضع لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية دون معرفة أي نادي، وهذا الأمر غير منطقي لأنه من الواجب أن يشارك في وضع اللائحة جميع الأندية الرياضية. إليكم بعض تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي الأهلي، نتابع. بشكركم على حضوركم في بيتكم في النادي الأهلي. الحقيقة أثير لغط شديد جدا في الفترة اللي فاتت من وجهة نظرنا ملوش أي لازمة وملوش أي أساس من الصحة. أحب أوضح نقط مهمة جدا في بداية الحديث. أن النادي الأهلي ومجلس إدارته ليس على خلاف مع أحد وليس في عداء مع أحد. النادي الأهلي له وجهة نظر بيعلنها في كل حتة بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة. هو النادي الأهلي لم يدخل معارك زي ما هو متصور في الفترة الأخيرة، أنه النادي الأهلي داخل معركة شوية مع اللجنة الأولمبية شوية مع وزارة الشباب والرياضة. هذا غير صحيح تماما. النادي الأهلي بيطالب بحقه في وضع لائحته، وكان له وجهة نظر في حاجات كتير جدا هنبتديها دلوقتي واحدة واحدة وهنمشي بالتسلسل عشان الناس تبقى فاهمة والإعلام يبقى فاهم انه النادي الأهلي لم يكن في يوم من الأيام طرف في نزاع. النادي الأهلي بيحاول يرسي أمور منطقية جدا تتناسب مع قيمته وقدره وليس له أي مطالب غير المطالب المشروعة والعادلة اللي تخليه يحافظ على استقراره ويحافظ على الكيان اللي مبني من 1907 حتى اليوم، وأن لا يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن التقاعس في مطالبة بحقوق النادي الأهلي. خلونا نبتدي. أنا مش عايز أطول عليكم قوي، إنما أنا عايز أبتدي بقانون الرياضة. قانون الرياضة صدر وهو شيء محمود جدا وشيء كلنا كنا بنسعى إليه بقالنا سنين طويلة، وبنحس الدولة على إصدار قانون الرياضة. والحقيقة قانون الرياضة طالع فيه إيجابيات كثيرة جدا جدا، وفي حاجات رائعة من وجهة نظرنا ومن وجهة النظر المنصفين كلهم، إنما هناك فيه تشابكات كثيرة جدا وفي عوار في حتت معينة. واحنا قلنا هذا الكلام عند لقائنا بالسيد الوزير في مجلس الشعب، وهو قال يا جماعة احنا عارفين ان القانون فيه حاجات
احنا بنحذر منها، احنا كنادي اهلي بنحذر انه عند تطبيق هذا القانون هيحصل ملابسات كتير جدا هتؤدي الى اشكاليات ولن تساهم في نهضة المسيرة الرياضية. فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اولا ايه الغرض من القانون؟ يعني ليه الناس كلها كانت بتطالب بالقانون؟ القانون كان الغرض منه 4-5 حاجات. اول حاجة انه ما يبقاش فيه تدخل حكومي، ودي حاجة محمودة جدا للدولة ان هي بتصدر قانون لا تدخل حكومي فيه، بالرغم من انه في بعض المواد بتشدد في التدخل الحكومي. فابعاد التدخل الحكومي كان اول حاجة نتيجة العلاقة مع اللجنة الاولمبية الدولية والمواثيق الاولمبية وكل هذا الكلام. السبب الثاني للقانون وفي رأيي انه هو اهم حاجة كان تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وهي دي اساس الموضوع. يعني هو ده اساس الموضوع، لانه كان ترسيخ الديمقراطية في قانون الرياضة كان هو ده اللي مطلوب، وهو ترسيخ الديمقراطية اللي بتطالب بيها الدولة في كل حاجة مش بس في قانون الرياضة. فكان عندنا ترسيخ الديمقراطية، تعظيم دور الجمعيات العمومية، ابعاد التدخل الحكومي، تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة. ده كان من الأسباب الرئيسية لإصدار هذا القانون. اللجنة الأولمبية الدولية بتحذر من الفيفا بيبعت جوابات رسمية أو في من ضمن اللوائح بتاعته بيحس الاتحادات الإقليمية على ضمان استقلالية الجمعيات العمومية وعدم التدخل في شؤونها. فيبقى إذن إحنا بنستخدم اللجنة الأولمبية أو المواثيق الأولمبية في حاجة وبنستبعدها في حاجة تانية. ده الميثاق الأولمبي مداش الحق للجنة الأولمبية المصرية لوضع لوائح. الميثاق الأولمبي بيعطي الجمعيات العمومية هذا الحق. اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها حق التدخل في لوائح النادي الأهلي أو في تدخل في أي لوائح تخص اتحادات. لا تستطيع اللجنة الأولمبية التدخل في شؤون الاتحادات مش الأندية. فلأول مرة بنسمع أنه اللجنة الأولمبية لها علاقة مباشرة بالأندية. هي طول عمرها حتى بمفهومنا الخاطئ كان لها علاقة بالاتحادات وبتشرف على الاتحادات في إطار تنظيمي وليس لوضع لوائح. وأنا هسأل سؤال بطريقة مختلفة، هل اللجنة الأولمبية الدولية تستطيع أن تفرض على أي اتحاد دولي سلة يد طايرة كورة إنه يحط لوائحه كما تضعها اللجنة الأولمبية؟ أنا يعني الحقيقة مستغرب جدا، لأن هذا هو الوضع الحالي اللي احنا فيه. خلينا نتكلم يعني أنا برضو الميثاق الأولمبي حذر من تدخل أي سلطة في أعمال الجمعيات العمومية للهيئات أو المؤسسات الرياضية بما فيها اللجان الأولمبية نفسها. اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها الحق في التدخل لأنها سلطة، هذه السلطة ليس لها حق التدخل في الاتحادات. النقطة الخطيرة برضو في هذا، وهنخوض برضو في اللائحة الاسترشادية وهنقول تحفظاتنا احنا عليها ايه. النقطة الأخيرة لأنها مذكورة في قانون الرياضة، وهي مركز التسوية والتحكيم. مركز التسوية والتحكيم تم تشكيله مؤخرا برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية، وهذا كلام يتعارض مع المنطق ومع الواقع ومع كل المواثيق الأولمبية والغير أولمبية. لا يصح أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية رئيسا للمركز التسوية والتحكيم. مركز التسوية والتحكيم ده يجب أن يكون مركز مستقل من قانونيين، وهناك اتفاقات، أي حد يخش على النت ويطلع الاي كاس والكاس المحكمة الرياضية الدولية يطلع القوانين بتاعتهم ولوائحهم. هي هيئة مستقلة تماما، وفي اتفاق باريس سنة 94 قانون نزل، قانون الرياضة الدولية أو العرف الرياضي الدولي، ومصر موقعة على هذا الاتفاق، أن تكون المحكمة الرياضية الدولية مستقلة تماما عن جميع الاتحادات وجميع اللجان الأولمبية. في مادة 68 من القانون، مجلس إضاءة تشكيل القانون تشكيل مجلس إدارة المركز التسوية والتحكيم برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية. طب أنا لو عندي مشكلة مع اللجنة الأولمبية
واروح اشتكي لمركز التسويه والتحكيم اللي انا عندي مشكله مع رئيسه كيف سيكون الوضع. ده في ماده في اللائحه الاسترشاديه بتقول اذا ما نفذتش قرارات مركز التسويه والتحكيم يعد المجلس منحلا، مجلس اداره. مين اللي يحله وبقرار من مين؟ يعني مين اللي يحل مجلس اداره منتخبه جمعيه عموميه عشان ما نفذش لان انا لسه عندي المحكمه الرياضيه الدوليه، انا ممكن اشتكي مركز التسويه والتحكيم اللي هنا في المحكمه الرياضيه الدوليه، ازاي يجبرني ده في القانون؟ وهي دي الخطوره، هي دي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها في القانون هتعمل مشاكل كتير. الخلافات اللي في اللائحه كلها، في اي لائحه يا جماعه برضه عشان خلينا يعني اللائحه الاسترشاديه فيها حاجات كويسه ما عندناش مشكله فيها، في دباجات بتبقى هي في كل اللوائح وفي كل، انما في حاجات معينه بتبقى يعني انا هدي مثال. مثلا احنا اضفنا في اللائحه بتاعتنا شركات مساهمه، انشاء شركات مساهمه وانشاء مستشفيات رياضيه وانشاء واكاديميات. قياده اللائحه في اللائحه الاسترشاديه مثلا قياده الحق ليا في انشاء هذا الكلام. التعاقد مع شركات التامين مش موجوده في اللائحه الاسترشاديه حطيناها. اداء الخدمه العسكريه، مكان انعقاد الجمعيه العموميه. دي النقاط الرئيسيه، انما في الدباجات بتختلف من بند لبند حسب احتياج البند للدباجه نفسها. انما هنوزع اللائحه وهنوزع، للاسف ما عندناش نسخ كتير من اللائحه 2014، انما الفرق الرئيسي هو في بند الثمان سنوات. احنا شلنا بند الثمان سنوات من لائحه 2014 اللي كانت تقصي بالناس كتير يخشوا الانتخابات. احنا قرار دخول الاشتراك في البطوله العربيه تم لاسباب وطنيه وسياسيه، لانه عدم وجود النادي الاهلي في هذه البطوله كان سيؤدي الى افشالها، وكان راي الجهاز الفني عدم الاشتراك. احنا اللعيبه بتاعتنا بقالها 3 سنين لم تاخذ يوم واحد من الراحه، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني عند قرار الاشتراك في البطوله العربيه ان البطوله دي ليست هدفنا البطوله. احنا النادي الاهلي كل مره بينزل بيقول هدفنا البطوله طبعا، انما احنا كان يهمنا حاجات تانية كتير قوي اهم من البطوله بالنسبه لنا، وطلعنا من هذه البطوله بمكاسب كبيره جدا 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 من اختبار اللعيبه اللي احنا عايزين نشوفها من حاجات كتير قوي. النهارده الحمد لله النادي الاهلي يمتلك فريقين على اعلى مستوى نقدر نخوض بيهم بطولتين مستقلتين، ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. عمليه بقى انه حصل ان احنا خسرنا بالطريقه اللي احنا شفناها كلها، وكان فيها التحكيم جزء كبير منها، وكان فيها حاجات كتير قوي، انما احنا كان غرضنا من الاشتراك في هذه البطوله. كان هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم من رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر. بالعوده للاخبار من جديد، يواصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه سموحه في دور الثمانيه من كاس مصر والمقرر لها الاربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندريه. يبحث الاهلي عن استعاده الانتصارات والتاهل الى المباراه النهائيه والفوز بكاس مصر الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 10 سنوات. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. حازم، في البدايه احكي لنا عن استعدادات الفريق لمباراه سموحه. النهارده لليوم الثاني على التوالي تدريب فريق النادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري، اللي بدا التمرين النهارده بمحاضره فنيه قصيره اكد خلالها على اهميه تحقيق الفوز ان شاء الله باذن الله على مباراه سموحه. انت عارفه فيروز ان بقى لنا 10 سنين ما كسبناش بطوله الكاس، ده اكد عليه كمان كابتن سيد عبد الحفيظ لاهميه الفوز ومن ثم الوصول للمباراه النهائيه. كابتن حسام البدري اكد كمان على نقط القوه والضعف في الفريق سموحه، وان شاء الله ان التقسيمه النهارده هيتاكد عليها على النقط ديت. طيب ماذا عن المصابين يا حازم؟
النهارده بنشوف في التمرين الجماعي نزل مؤمن زكريا محمد نجيب بيشاركوا في التدريبات الجماعيه. في تاكيد ان محمد نجيب ان شاء الله باذن الله هيكون موجود في مباراه سموحه. في محاولات لسعد سمير لكن هو لحد دلوقتي بيأدي تدريبات تاهيليه. في برضه صعوبه ان هو يلحق مباراه في سموحه ان شاء الله. نعم. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. الاتحاد الكره، حيث قضت محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدوله وعضويه المستشارين مراد فكري، اسامه منصور، حازم لمعي، محمدي جبريل ومحمد احمد انديل نواب رئيس المجلس بعدم قبول الاشكالين المقامين من هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره والصادر من الدائره الثانيه لمحكمه القضاء بمجلس الدوله وتغريمه 1600 جنيه. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لوجود خطأ في إجراءات الانتخابات الماضية. وإلى متابعة البطولة العربية والنهائي المرتقب غدا بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني، حيث أعرب المونتينيغري نيباتشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني عن سعادته بالوصول إلى نهائي البطولة العربية، مشيرا إلى أن فريقه جاهز على المستوى البدني والنفسي للعودة إلى الأردن باللقب العربي. وأكد نيبوتشا على تساوي الفرص بين فريقه والترجي التونسي من أجل الفوز باللقب، إلا أنه كشف في الوقت ذاته أن لاعبي الفيصلي يمتلكون طموحا كبير للفوز باللقب بعد الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخهم، ولن يقدر أحد على إيقاف طموحهم. عزز معين الشعباني المدير العام لفريق الترجي التونسي من فرص فريقه في التفوق على الفيصلي الأردني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء غد الأحد في نهائي البطولة العربية والمقامة في مصر. وقال شعباني وصول الترجي والفيصلي أمر مستحق كون الفريقان حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتابع نحترم تماما قدرات الفريق الأردني لكننا قادرون على تحقيق الفوز بشرط ألا يتسلل الغرور إلى اللاعبين. وأوضح المدرب أن غياب المهاجم طه ياسين الخنيسي سيؤثر على الفريق بلا شك، لكن كل لاعبي الفريق قادرون على تعويض غيابه. كشف معتز ياسين حارس مرمى الفيصلي الأردني عن جاهزية فريقه للفوز على الترجي التونسي في اللقاء والذي سيجمعهما غدا الأحد في نهائي البطولة العربية والمقامة في مصر. وأكد ياسين أن فريقه وصل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، ولا يفصله عن اللقب العربي سوى خطوة وحيدة. فاصل يرى عفوا النجم الانجليزي مايكل اوين لاعب ليفربول الاسبق ان الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الريدز بعد يعد صفقه الموسم للنادي الانجليزي نظرا لامكانيات الكبيره والتي يمتلكها. وقال اوين في تصريحات لصحيفه ديلي ستار: صلاح لاعب رائع لم يمنح الفرصه في تشيلسي وأثبت قدراته مع روما ويستحق المبلغ والذي دفع من أجله، وسيمنح ليفربول القوة الهجومية اللازمة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وانضم صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو. أبدأ الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي رغبته في الانتقال لصفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن رصد النادي الإيطالي 35 مليون يورو للتعاقد معه. وقال محرز في تصريحات لشبكة فوتبول إيطاليا: روما نادي كبير، اللعب له شرف، وأنا أود مغادرة ليستر ولكني لن أتحدث حتى يتم قبول العرض. حمل اخوان لابورتا الرئيس الاسبق لنادي برشلونه الاسباني مسؤوليه رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الكتالوني الى باريس سان جيرمان الفرنسي في فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه الى مجلس اداره النادي الحالي برئاسه جوسيب ماريا بارتومي. وكان النجم البرازيلي قد رحل الى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد سداد الشرط الجزائي والمقدر ب 222 مليون يورو. وقال لابورتا في تصريحات صحفية: أتفهم موقف نيمار، هو يريد أن يكون النجم الأول وفي باريس سيكون كذلك، أيضا هو يبحث عن الفوز بالكرة الذهبية، لكن الأمر ناتج عن سوء إدارة الفريق من قبل المجلس الحالي. وإلى متابعة أخبار نادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار: الأهلي يعينه على الكاس الغايب والبدري يعيد حساباته. من الجمهورية: الأهلي يبحث عن مدافع. ومن المساء: البدري لعمر وأحمد وزكريا ممنوع الرحيل، أنتم القوة الضاربة للأهلي. من الوفد: مؤمن زكريا مرشحا للانضمام للمنتخب قبل لقائي أوغندا. أما من الوطن فالأهلي يواجه أتلتيكو مدريد بالإمارات منتصف ديسمبر ويستعد لسموحة في الكأس. وفي الجولة: الأهلي حققنا أهدافنا من المشاركة في البطولة العربية. من فيتو محمود طاهر: لن نشكو اللجنة الأولمبية خوفا على الرياضة المصرية. ومن مصراوي: محمود طاهر يتحدث عن الخروج من البطولة العربية والفريقين الجدد لكرة القدم. ومن المصري اليوم رئيس الأهلي: من وضع قانون الرياضة لم يأخذ رأي أكبر قلعة رياضية في مصر. من اليوم السابع محمود طاهر: الأهلي شارك في البطولة العربية لأسباب وطنية رغم رفض البدري. ومن دوت مصر رئيس الأهلي: أعضاء زايد لهم حق حضور العمومية. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 5 أغسطس من عام 1983 الأهلي يتوج بكاس مصر بعد فوزه على المصري بهدف نظيف ويحقق اللقب برقم 23. أحرز هدف المباراة الوحيد المدفعجي خالد جدالله في الدقيقة 63 ليتوج الأهلي بالنسخة رقم 54 للمسابقة.
إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.